واحيانا اللي بيخدم ده يبقى عنده امامه مقاومين، يقولوا واحد كلمه، يقولوا عليه كلمه مش لطيفه، يحقره من شغله من خدمته، لكن ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح. عينك على المسيح مؤهل الخدمه هنا، ان عينه على المسيح. امنا العذراء كانت بهذه الصوره، عينها على المسيح. حتى يوم ما كانت في عرس قانا الجليل، الناس كلها مشغولة وعرس وفرح وعريس وعروسة، لكن عينها على المسيح. ويوم ما قالوا لها مشروب الضيافة نقص أو قل، راحت بمنتهى الهدوء ومنتهى الإيمان ومنتهى الثقة. دي مشكلة. وفي ودن المسيح ليس لهم خمر، وخمر هنا ليس لهم فرح. الفرح هيبوظ، مفيش الحاجة اللي بتتقدم. ليس لهم خمر. وتقول لكل الخدام مهما قال لكم فافعلوه، كل اللي قال لكم عليه اعملوه. الخدام ويجيبوا المية والماء. يقول لنا بعض الآباء الماء عندما تطلع في وجه خالقه احمر فصار خمرا، اتحلت المشكلة واتحلت المشكلة. وكل ضيقة وكل ألم يتعرض له الإنسان الخادم الحقيقي يعلم أن وراءه خير. مش شرط هو اللي يشوفه، لكن وراه خير، وراه بركة ربنا هيعطيها. عايز أقول لك في الآخر، هو أنا كخادم لما أواجه الألم أعمل إيه؟ هقول لك على بعض اقتراحات كده. أول حاجة الرضا والشكر والفرح. كن راضيا. اللي بيشكي كتير ما ينفعش يكون خادم. الأخت اللي بتشكي كتير ما تنفعش تكون خادمة. الإنسان الراضي، الإنسان الشاكر، الإنسان الفرحان عارف إن وراه عمل كتير وبيعمله، وحتى لو كان في ضيقة معينة هتتحل المشكلة بأي صورة يشوفها ربنا. أنا فاكر مرة في القصص اللي كتبها أبونا تدرس ربنا يديله الصحة، كتب قصة عن نزار، إنسان كان بعيد عنكم، عنده يعني شلل في كل جسمه، ما فيش حاجة بتحرك عنده غير لسانه. فأبونا يظهر بي يعني بيقول له عايز يجيب له حاجة تساعده، يجيب له حد يقرأ له الإنجيل، حاجة زي كده. فقال له أعمل لك إيه عشان الإنجيل عشان تقراه؟ قال له أنا قريته. قال له قريته إزاي؟ قال له قريته بلساني وقالها له بفرح. قريته بلساني كلمة، اللي يظهر الحروف البارزة دهيت كلمة بكلمة بكلمة بيقرأ الإنجيل ويحول الضيقة. مرة كنت بزور شابة مريضة بمرض الفردوس في أيامها الأخيرة، بزور هنا في مستشفى مصطفى كامل. وبعدين وأنا قاعد وياها كده، والبنت كان وشها منور، وكانت هي نقيب في الجيش، نقيب تمريض. وانا قاعد وياها كده، وبعدين مش عارف اعمل وياها ايه. كان اسمها مريم، ما راحت السما دلوقتي. فبقول لها مريم اجيب لك ايه تقريه؟ فرحت البنت اللي وشها منور ده ظهر عليها الغضب، وراحت قايله لي بصيغة حادة كده، قالت لي هو في حاجة تانية تتقرى غيره؟ فأنا ساعتها كشيت، هو إيه اللي غيره ما يتقراش؟ ما أنا مش عارف. قلت لها إيه هو؟ قالت لي سفر الرؤية. قالها آه، وخدت درس ساعتها كويس، سفر الرؤية. وهي في الشهر الأخير بتاعها قبل انطلاقها للسماء جابت سفر الرؤية وتقرأ باراجراف وتروح رسمها بالرصاص في صفحة، تقرأ الباراجراف التاني وتقعد ترسمه،
ولما تنيحت كانت رسمت سفر الرؤيا كله، وكانت تعمل هذا بملء الفرح، بين الفرح.